السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني 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 وحشتوني. جايبه لكم النهارده بقى اكله ما اقولكيش بقى، حاجه كده سهله قوي زي كل حلقاتنا. انا عايز اقولك ان احنا عملنا كل حاجه بمنتهى السهوله. بصي بقى، انا جايبه لك النهارده اكله التغيير. اي نعم، انها اكله التغيير الخطير. جايبين النهارده مكرونه البيتزا. الاكله دي يا جماعه انا اول مره اكلها، اكلتها في بيت اخت زوجي ربنا يمسيها بالخير، كنا عندها معزومين على الغداء وكانت عاملها لنا وكانت حلوه قوي، عمري ما اكلتها قبل كده. الكلام ده تقريبا كان من 5 6 سنين، من ساعتها بقى وانا معتمداها. طبعا المعروف واللي احنا عارفينه ان انت مثلا كنتي عند اختك، عند صاحبتك، عند جارتك، عند حبيبتك، وشفتي عندها حاجه عجباكي فبتاخديها وتجودي بقى. فانا بالتالي طبعا اخدت الوصفه من بوسي، وبعمل ايه دلوقتي؟ ان انا بجود عليها. الوصفه سهله وسريعه والنتيجه ولا اروع ولا احلى. بصي بقى يا ست الكل، النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض مكرونه البيتزا. وعشان نعمل مكرونه البيتزا هنحتاج للمقادير اللي هقول لك عليها دلوقتي. هنحتاج لمكرونه مسلوقه، انا النهارده هستخدم مكرونه سوسته، والمكرونه بتاعتي مسلوقه 3/4 تسويه. بصي كده، بصي 3/4 تسويه، يعني مش مسلوقه للاخر عشان ما تتهريش معايا، لا انا عايزاها مسلوقه 3/4 تسويه. تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه انت عايزاه، عايزه مثلا بنه، عايزه مثلا صغيره خالص المرمريه، عايزه مثلا اللي انت حابه تستخدميه استخدميه، لكن انا كساره بفضل جدا مكرونه السوسته. هنحتاج لزيتون اسود مخلي شرايح، فلفل الوان مكعبات صغيره جدا، فلفل اخضر مكعبات صغيره جدا، وجبنه موتزاريلا مبشوره، جبنه شيدر مبشوره، وصلصه بيتزا، رشه من الملح والفلفل الاسود وبابريكا والزعتر، لحمه معصجه او هوت دوج او بسطرمه ممكن تستغني عنهم كلهم، وبقدونس مقطع للتزيين. ويلا بينا على طول نشتغل. انا هجيب معايا بولتين حلوين كده ونضاف وزي الفل. تمام تمام. اول حاجه هتشغلي الفرن بتاعك على درجه حراره 200. تمام. وزي ما قلت لك احنا دلوقتي ايه؟ يعني انت دلوقتي ست بيت، انا دلوقتي محضره الكلام ده عشان ما اضيعش معاكي وقت في الحلقه. انت دلوقتي بقى في مطبخك. وانت بتجهزي المكونات الجميله دي هتكوني تسلقي المكرونه على النار. وعايزه اقول لك ان انت بعد 10 دقائق هتخرجي من المطبخ ومعاكي اكله يا نهار ابيض وهتقلب ريحه البيت. يا جماعه بجد مكرونه البيتزا اللي ما جربهاش فايته كتير. بصي بقى، ادي معايا هنا المكرونه. بصوا انا هاخد شويه هنا كده. تقدري تعمليها زي ما قلت لك مع لحمه معصجه، او بس انا عايزه يعني ايه اعرف هم عاملين لي كيلو سلقين لي كيلو، فانا عشان اعرف اتعامل حلو كده ايه في الشغل بتاعي. عايزه اقول لكم بقى يعني الاكله دي لما بتعمليها بتحسي ان انت عامله فرح للولاد، يعني اكتر اكلتين الولاد بيحبوهم ايه؟ البيتزا والمكرونه، جمعتيهم في اكله واحده، ولا عجن ولا اي حاجه صعبه، الموضوع سهل وبسيط جدا. ادي معايا البولتين فيهم المكرونه، انا هعمل كميه عشان انتوا عارفين بقى بعد البرنامج وكده بنحب ناكل وكده. فانت طبعا هتعملي كيس واحد من المكرونه، عايزه اقول لك الكيس ده هيكفي معاكي من 5 ل6 افراد. بصي بقى، هتضيفي معاكي اهو فلفل الوان. الاكله دي على فكره بجد مفيده وغنيه قوي، والله غنيه جدا. معايا هنا اهو شويه فلفل الوان هنا وشويه فلفل الوان هنا. تمام تمام. ومعايا شويه زيتون، بس انا عايزه اديهم ايه جرشه كده بايدي عشان انا مش عايزه الزيتونه تبقى كبيره قوي كده. بصي يعني عايزاه نعملها ازاي كده. بصي واخده لي بالك، انا مش عايزه الزيتونه تبقى كبيره، انا عايزاها مفرومه. بصي تقدري بقى تستخدمي زيتون اخضر، زيتون اسود، اللي حابه تعمليه تعمليه، بس انا زي ما قلت لك عايزه الزيتونه مفرومه. حلو الكلام ده كده كده، شايفه الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ زي ما قلت لك مجرد ما تحضري المكونات بتاعتك وتجهزيها هيكون خلاص المكرونه اتسلقت 3/4 تسويه. شويه ميه، شويه ملح، اول ما يغلوا انزلي بالمكرونه 3/4 تسويه. معايا هنا بقى شويه فلفل اخضر. بصي مش بقول لك غنيه، بجد غنيه يعني. طيب وبعدين كمان هياخد شويه هوت دوج. على فكره تقدري ان انت تستخدمي هوت دوج وتقدري تستغني عنه، تقدري تستخدمي لو مثلا انت عامله مكرونه بشاميل من فتره وقلت لك كل ما تعملي كل ما تعصجي لحمه عشان تعملي مكرونه او رقاق او جلاش دايما شيلي في الفريزر معاكي معلقتين. عايزه اقول لك المعلقتين دول بالعدد يعني 3 معالق من اللي احنا معلقه الطعام اللي بناكل بيها، 3 معالق هتعمل معاكي صينيه محترمه، 3 معالق بس. بصي انا معايا هنا الهوت دوج او النقانق،
انا عايزاها، بصي تاني اهو، انا عايزاها مكعبات صغيره مش عايزاها كبيره كده. الكبيره دي حلاوتها انها هتدي شكل بس من فوق جمال. بصوا تاني يا جماعه، هتقولي كده اهو اهو، تمام. بصي التقطيع انا عايزاها ازاي، اهو كده كده. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي البسطرمه، تجيبي بسطرمه وتقطعيها، تجيبي معلقتين لحمه مفرومه، بواقي فراخ، اي حاجه. المكرونه دي طعمها بجد هايل. وزي ما قلت لك اول حاجه تشغلي الفرن على درجه حراره 180. بصي بقطع معاكي اهو، عايزه اعمل لكم في حلقه كده الهوت دوج ده في البيت. بصوا يا جماعه، الناس اللي بتكلمنا ومش بتعرف توصل لنا، بجد ضغط مكالمات غصب عننا والله بجد، يعني الموضوع كله ضغط مكالمات. معلش الناس اللي بتستنى، واحده امبارح بعت لي مسج على البيج بتاعتي بتقول لي ساره انا بحاول اكلمك ومش عارفه اوصل لك، بيقعدوني على التليفون. لا هم مش بيقعدوكي على التليفون والله يا روحي، والقصه كلها ان 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 في ضغط مكالمات، فبعد ما بيستقبلوا المكالمه الشبكه بتفصل. بصي هعمل شويه كمان. الموضوع يا جماعه سهل وبسيط وخطير، وطعمه بقى ما اقولكيش بجد. يعني اول مره اكلها قلت ايه اللي بصي عاملاه ده، ايه الاكله الغريبه دي؟ اتري بقى الموضوع مشهور، او يمكن مثلا الاكله دي مشهوره في منصوره ولا حاجه، يعني الناس اللي بتتفرج علينا تقول لي. انا مثلا علشان انا من شبرا ما اعرفش المكرونه البيتزا دي، بس عيب عليكم انا عرفتها من هنا، اسكت على طول، عملت فيديو على البيج عندي لطريقه عمل مكرونه البيتزا ونشرتها، يعني خربت بيها الدنيا. بصوا، فاللي اكل الاكله دي قول لنا في الكومنتات يا جماعه. بصوا كده معانا تليفون. الو الو، ايوه، ازيك يا شيف ساره، ايه الاخبار؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهو الحمد لله. باشمهندس خليل، اهلا اهلا. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهو الحمد لله بخير والله. الاخبار؟ لا كله حلو الحمد لله. بتكلمنا منين؟ عايز اقول لك ان احنا بكلمك من القاهره. تمام. البيت كله بيتفرج عليك. كله اه، يعني مستنى الساعه 1 عشان اتفرج عليك. تسلم تسلم يا باشمهندس. والاختراع اللي انت عاملاه ده صراحه اختراع يعني مشجع جدا، وعايزه اقول لك يعني النتيجه ما اقولكش يعني حلوه جدا. انا احنا يعني احنا ان شاء الله هنجربه النهارده وهقول لك رايي فيه. تمام، مستنيه بقى، وعايزه صوره بقى. خلاص اكيد طبعا. تمام، عايزه صوره. خلاص ماشي، شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس. شكرا. وعايزه اقول لكم بجد يعني حاجه لطيفه، ان في رجاله بتكلمنا. يعني انا يا جماعه اول فيديوهاتي على السوشيال ميديا كنت كمان بختص بيها الشباب المغتربين، لان طبعا انتوا عارفين اخويا مسافر، ابن خالتي مسافر، ابن عمتي مسافر، يعني معظم عيلتي متغربين، فكانوا بيصعبوا عليا نعمل بقى اكله سهله وبسيطه وما يدفعوش فيها ايه مبالغ. فبجد الموضوع لطيف جدا. بصوا كده انا عايزه اكمل تقطيع عشان عايزه اعملها معاكم، فايه اعمل معاكم. المهم بقى ايه، ما قلتوليش بقى اخبار ايه، اخبار مسابقتنا الحلوه ايه، اخبار التحدي ايه، طمنوني كده. احنا مش اتفقنا ان احنا ابتدينا تحدي مع بعض؟ اخبار التحدي ايه بقى؟ مش قلت لكم ان انا هقول لكم فطرت ايه؟ طيب انا النهارده فطرت بضايه مسلوقه، وبصوا هقول لكم الحقيقه، انا سلقتها كنت ناويه اكلها مسلوقه، لكن لقيت معلقه زبده بتناديني زي النداهه، جبت بقى نص معلقه بس كده وشوحتها في طاسه برشه ملح وفلفل اسود ورشه كمون، ورحت ايه مفرفطاها كده في نص رغيف وحطيت عليها اربع خمس جرجريات كده، وعملت كوبايه شاي وفطرت. وانا لازم افطر قبل ما انزل، يعني ما اعرفش انزل من غير فطار، الموضوع بيبقى صعب معايا جدا، متعوده افطر. وما شربتش بقى شاي بلبن، قلت بقى ايه علشان اخده في السناك، ففي السناك اخد، لسه ما خدتش سناك، في السناك ان شاء الله اخد كوبايه شاي بلبن او كابتشينو مع بقى بسكوته بالشوفان. بصوا فعرفوني كده ايه الاخبار. وعايزه يا بنات حاجه جديده نعملها برضو، انا عايزه البنات اللي بتشوف الوصفات بتاعتي تجي لي كده في الكومنتات وتصور وتوريني، انا مستنيه بقى اتفرج. بصوا بقى انا مش هكمل تقطيع كتير عشان انتوا ما تزهقوش. ادي معايا البوله اهي، وادي اهو، ماشي. معانا تليفون تاني. الو الو، صباح الخير يا شيف. يا صباح الورد، ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا وبتابع حضرتك. اهلا اهلا، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام والله بخير. حضرتك عامله ايه؟ الحلويات اللي حضرتك بتعملها لنا دي
تسلم يا بابا، تسلم. انت بتجوعيني على الصبح كده، ما ينفعش. تسلم يا اسلام، ربنا يخليك. ربنا يخليكي. عايزه اشكرك على المجهود اللي حضرتك بتعمليه دوت، يعني لعيونكم. عايز اقول لك ان ماما اصلا بقت تتفرج عليك، ان انا بقنعها تتفرج علشان تاخد منك الافكار، يعني هي اتحدت بالحاجات الجميله اللي حضرتك بتعمليها دي. انت عندك كام سنه؟ انا؟ ايوه 17 وتتفرج عليا؟ اه والله، على الفيسبوك كمان متابعك، ويعني كذا خالصه بتعملها لنا حلوه، باخدها معايا الشغل برضه. تسلم يا اسلام، شكرا. على ايه بس، انا حابب اشكرك بس، كنت نفسي ادخل معاك مداخله مش اكتر. تسلم يا حبيبي، انت نورتنا وشرفتنا يا اسلام. ربنا يخليك يا بجد يا جماعه. طب مش نفسك في اي حاجه اعملها لك يا اسلام؟ حاجه واحده قول لي، طريقه ورق العنب بس صح، مش اللي احنا بنعملها في البيوت الصح. انت عارف منين موضوع الصح ده يا اسلام؟ يعني انا بشوفها بكلتها كذا مره ما عجبتنيش، فانا عايزك تعمل لنا الصح، ان انا وزمايلي عايزين نعملها في الشغل. لا لا، ده انا عينيا، ده انا عامل لك بقى ورق العنب زي ما الكتاب قال على الطريقه السوري. ربنا يخليك. عينيا عينيا. بصوا بقى يا جماعه، انتوا تقدروا ان انتوا تستخدموا صلصه البيتزا، وتقدروا ان انتوا تستغنوا عنها. طب يا ساره، انا دلوقتي عندي صلصه في الثلاجه عاديه وما عنديش صلصه بيتزا، اعمل ايه؟ عادي خالص، معلقتين صلصه عاديه، معلقتين كاتشب، سنة سكر، وسنة خل على البارد، لف 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 وضيفي. وتقدري تستغني خالص عن الصلصة وتعمليها أصلا بدون أي صلصة. طيب أنت يا سارة قلتي في الكومنتات حاجة في المكونات، حاجة رشة من كل حاجة. أيوة، رشة من كل حاجة. ليه بقى؟ الزيتون فيه ملحه، الهوت دوك فيه ملحه، لو معصجة لحمة فيها ملحها، المكرونة أنت مسلقاها مديها ملحها، الصلصة فيها ملحها. إذا فاحنا هنضيف، بصي، رشة بسيطة جدا من الملح. تعالي معايا كده، رشه بسيطه جدا اهو، ورشه من الفلفل الاسود. يعني اعتقد ان احنا مثلا كيس المكرونه النص كيلو هنستخدم عليه ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه من الزعتر. وما تقوليش ما بحبوش، لا، يعني بصي ريحته بس لوحدها كده بتقلب الدنيا، بتعمل يعني حاجات فظيعه. ورشه من البابريكا، تمام. ويا سلام بقى لو البابريكا دي مدخنه، تبقى انت كده ايه، عملت الصحي حزلقوم. تمام كده، تمام كده. اهم حاجه بقى في الليله دي، وهو اساس مكرونتنا، الجبن. جبن جبنه بقى اللي انت تحبيها، تقدري تستخدمي الرومي او الشيدر او الموتزاريلا، لكن افضل طعم معايا الموتزاريلا والشيدر. الاثنين دول يا جماعه فيهم ميكس جبار بجد، فبيديهم طعم حلو قوي. تمام كده اهو، كده قلبنا المكرونه مع الجبن. طب يا ساره دلوقتي انا عندي جبنه رومي، استخدمها؟ بلاش جبنه رومي. ايوه بتحبيها استخدميها وبتبقى حلوه قوي، لكن معانا مشكله بسيطه كده في الجبنه الرومي. ايه المشكله يا ساره؟ الجبنه الرومي بتدي حدوقيه شويه، يا تستخدميها وما تستخدميش ملح خالص. انا بس بقول لكم عشان لما تقوموا تجربوها تدعوا لي. المكونات بقت غاليه يا جماعه، فانا مش عايزه ان انا ايه اقول لكم على حاجه وما تطلعش تمام جدا، فعايزه اقول لكم المقادير صح. فلو هتستخدمي جبنه رومي او موجود عندك جبنه رومي اللي انت عايزاه طبعا براحتك خالص، فما ما تضيفيش ايه، ملح، اللي انت عايزاه، وطعمها بيكون حلو قوي بس ما تضيفيش ملح. تمام. معانا تليفون. الو الو، ازيكي في ساره؟ ازيكي يا مها، عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه وحشاني؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. اتفرجي عليا دلوقتي يا مها؟ اه بتفرج عليكي طبعا. ايه رايك في حلقه النهارده؟ اول مره اسمع عن بيتزا بالمكرونه، انت جمعتينا اكلتين انا بحبهم جدا مع بعض فعلا. اه طب بصي لي كده يا مها، بصي لي كده يا مها، بصي لي يا مها. لا لا، بصي هجيب لك الناحيه الثانيه يا مها عشان تبقى اوضح. بصي يا مها كده، ايه رايك يا مها في الجمال ده؟ لا 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 لا، لا مش قادره. جربيها بجد هتدعي لي. لا انا اول مره فعلا اسمع انا، وبحب الاكلتين دول جدا انا والاولاد. عايزه اقول لك بقى لما تجربيها بجد هتعجبك قوي، سهله وسريعه ولذيذه قوي. وفعلا زي ما بتقولي المكونات بقت غاليه جدا جدا جدا. اه فلازم لو عايزين الجبنه الموتزاريلا في البيت او بديل ليها. بديل للجبنه ما تستخدميهاش خالص، سهله. ولا تستخدميها، وبالنسبه لبديل ليها عيني اعمل لكم حلقه ازاي نعمل الجبنه الموتزاريلا في البيت. يا ريت. ده انت تؤمري يا مها. ما تحرمش منك يا احلى شيء. انت تؤمري يا حبيبتي، يا لهوي. ميرسي يا حبيبتي. طب مش عايزه اي حاجه غير الجبنه الموتزاريلا يا مها؟ لا ميرسي قوي. الحاجه اللي خامتها غاليه ونقدر نستغنى عنها ممكن نعملها في البيت. صح طبعا، عندك حق، معاكي كل الحق. بصوا يا جماعه،
كده كده من سنين واحنا على طول بنشتكي من الغلا، دي حاجه مش جديده علينا. القصه بس في ايه؟ القصه ان احنا بنحاول نتكيف مع امورنا، والست الشاطره، وطبعا انا عارفه ان كلنا شاطرين وشاطرين قوي، بس الست الشاطره اللي بتحاول تتكيف مع الامور. يعني ايه؟ هاتي مثلا كيلو لحمه مفرومه. كيلو اللحمه المفرومه ده ممكن في الطبيعي كنت انت بتعمليه في اكله واحده، لا انت عصجيه، عصجي كيلو اللحمه المفرومه بكيلو من البصل، كيلو ونص من البصل. يا ساره ده البصل غالي، ما هو عادي، ما هو مش هيبقى بتمن اللحمه، هتكتري، خدي نص الكميه دي لوحده والنص التاني ضيفي عليه صلصه. الصلصه بقى هيخلي لك الكميه تبقى 3 اضعاف. لما تضيفي الصلصه على اللحمه المفرومه وهي بتعصج هتديكي 3 اضعاف، يعني لو مثلا هي ساي مثلا نص كيلو هتبقى معاكي كيلو ونص. طب هعمل بيها ايه يا ساره وهي عليها صلصه؟ شويه مكرونه وحطي عليها بقيه مكرونه بولونيز، شويه كوسه واعملي رقات، قلبي عليها شويه مكرونه وحطي على وشهم شويه جبنه موزاريلا بسيطه، ولقيتي نفسك بكيلو لحمه كفاكي كتير مسقعه باللحمه المفرومه. يعني في حق في وعايزه اقول لكم كمان ان في واحده اعرفها بتخلي اكياس اللحمه المفرومه المتعصجه دي وتحط بقى على البسله، تقول لك اجيب قطع عليه اديني احطها مفرومه للولاد جوه البسله جوه الباميه. فلازم نتكيف مع الوضع ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه ندبر ونوفر. ما هي الست الشاطره انك تدبري وتوفري وتبقي شاطره وواعيه كده، صح ولا ايه؟ بصوا بقى، هو المفترض ان احنا ايه كميه الجبنه دي نحطها على صينيه واحده، بس انا قلت لكم ايه احنا شاطرين وبندبر ونوفر. عايزه اقول لكم ان انا هعمل كمان صينيه، يعني يرضيكم ان انا اسيب شويه المكرونه دول، لا ده انا الم عليهم المكونات دي والم عليهم الدنيا والناس والشارع ونطلع نقعد بره، نطلع نقعد بره. بصوا الكلام بقى، طيب تقدري بقى تستخدميها زي ما هي كده، وتقدري بقى ايه تجرنشي بقى. بصي كام واحده كده، شفتوا بقى انا هنا عايزه الهوت دوج زي ما هو على بعضه عشان يطلع معايا بالشكل الجبار ده كده. عايزه اقول لك الشكل هيبقى حلو قوي. زي ما قلت لك اهم حاجه ان الفرن عندك يكون شغال على درجه حراره 180، هتدخليها الفرن هتصبري عليها لحد ما الجبن تسيح وهتلاقيها بتاخد لون وبجد جباره مش طبيعيه. الصينيه دي حلوه قوي وسهله وسريعه ومش مكلفه، والنتيجه يعني ولا اروع، حلوه قوي. بصوا الكلام بقى، ويا سلام بقى كده اهو على كام شريحه من الفلفل الالوان. وقولي لي يا ساره بقى، ده انا النهارده عملت للولاد مكرونه البيتزا، ولا دقيق ولا عجنه، شويه مكرونه. جوزك جاي من الشغل، عامله ايه النهارده يا ماما؟ عامل لك مكرونه بالبيتزا يا حبيبي. ايه المكرونه بالبيتزا دي؟ ما يخترعوا، الشيف ساره هي اللي عملتها. بس لما يجربها يدعي لي. بصي بقى هنا كمان الفلفل الاخضر، ميكس الوان بقى عشان تحسي انها بجد ايه مكرونه بيتزا. بصوا عايزاكم تطمنوني عملتوا ايه، بداتوا معايا ولا لا. بصوا الكلام كده، ايه رايكم؟ شويه زيتون كمان اهو كده. يلا بصوا بيقولوا لي ايه في الكنترول، هم بداوا دايت واحنا هنا جوعنا. ولا يهمك، انا عايزه اقول لك ان انا بقدم جنبها سلطه. عايزه اقول لك ان الطبق ده، يلا بينا على الفرن، الطبق ده بجد يا جماعه اكتر من هايل. انا هاخد الصينيه الكبيره الاول، اكتر من هايل، انتوا مش متخيلين كميه الجمال اللي فيه. شويه مكرونه مسلوقين، وطبعا بما اننا سلقناهم وبعد ما بنسلقهم بنغسلهم ونصفيهم، فانت بتنزلي النشا اللي فيها، ضفت لها ايه؟ مجموعه من الخضروات. فين الزيت اللي احنا استخدمناه؟ احنا كل الزيت اللي احنا استخدمناه مسحه زيت في الصينيه، مش اكتر ولا اقل من كده. وشوفوا الجمال بقى معانا بقى، يعني بجد بقى قولي بسم الله ما شاء الله. وادي صينيه ثالثه بكيلو مكرونه. عشان كده لما بقول لك كيلو مكرونه هيكفي من 5 ل6 افراد، انا بقول لك ايه نص كيلو مكرونه، كيس مكرونه هيكفي. بصي الزيت انا استخدمته في ايه، ادي الصينيه بتاعتي نظيفه وناشفه، وادي شويه زيت بس كده. تمسحي بس الصينيه عشان لما تيجي تطلعي الخرطه بخرطتها كده تلاقيها طالعه معاكي تحفه. على فكره انا هقدمها معاكم، انا النهارده ما عملتش نسخه لان الموضوع انا شايفه انه مش مستاهل تماما، الموضوع سهل وبسيط. بصي على الخلطه الحلوه بتاعتنا دي هزود كمان شويه مكرونه من هنا كده. بصي انت بتقدمي لاولادك حاجه في منتهى الجمال، يعني مكونات غنيه، وطبعا الافضل من الهوت دوج والافضل من البسطرمه حته لحمه معصجه، وارخص. عايزه اقول لكم انها كمان ارخص. وادي شويه الفلفل، انا ليه اسيب المكونات دي هنا ولا هنا كده؟ لا انا ايه اظبطها ولملمها كده واعمل صينيه ثالثه. انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هلملم المكونات دي كلها في الصينيه الحلوه اللي جنبي دي، وانتوا هتروحوا فاصل صغير وترجعوا لي. فاصل وانا واصل.
ورجعنا لكم من تاني. والفقره الجميله على قلبي ايه الفقره دي بقى؟ الفقره الطبيه، الفقره تخلينا ناكل كل اللي نفسنا فيه ولا بقى نتخن ولا اي حاجه. يعني انا عايزه افهم دلوقتي يعني. انت ازاي دلوقتي برنامج مطبخ تمام، يعني انت دلوقتي برنامج طبخ وجايبه لنا مكرونه البيتزا وجايبه لنا استاذه مها عطوه. اهلا 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 بيكي يا حبيبتي. صباح الفل. عشان تقول لنا هتخسوا مش صح ولا ايه؟ ايوه. احنا معانا النهارده يا جماعه استاذه مها عطوه خبيره التغذيه العلاجيه. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك الحمد لله تمام كله تمام. بصي بقى لي يومين ثلاثه كده في سؤال يعني ايه يجولوا يجولوا حلوه يجولوا دي انا قوي وبقول ايه هو احنا اشمعنا في الشتاء بنجوع واشمعنا في الشتاء جوع الليل ما بيديش؟ اشمعنا في الشتاء كل شويه نفسي عايزه اكل حاجه عايزه اشرب حاجه وحاجه انا اشربها يعني لا تميل تماما لليانسون والكركديه والحاجات الخفيفه السخنه دي، لا انا بميل بقى ايه للتوائل، السحلب ماشي، هوت شوكليت مش هقول لك لا، ويا سلام بقى على شويه حلبه سخنه كده باللبن. ليه؟ قولي لي ليه؟ اشمعنى الشتاء؟ رايح بينا على فين يا شتاء؟ اخلص بقى يا اخي. على فكره بقى. السؤال ده حلو جدا وشتاء كمان مظلوم، عارفه ان الشتاء مظلوم، في الشتاء المفروض ان احنا وزننا يعني عندنا بيزيد مش بس في الشتاء احنا في حاجات احنا بنعملها غلط بتخلينا طول الوقت عايزين ناكل، يعني مثلا ان احنا طول الوقت بننسى نشرب ميه. شرب الميه ده هو احنا بننسى نشرب ميه عشان احنا بردانين ولا انا بردان يعني انا مش عطشانه انا مش عطشانه ما بتعطشيش لان الجو برد والميه ساقعه يعني بجد الميه نازله من الفلتر ساقعه بتنزل في معدتي تسقعني هو انا لوحدي كده على فكره ممكن اشرب ميه ده يعني مش لازم اشرب ميه ساقعه كمان في فصل الشتاء النهار بيبقى قليل فدايما الشمس يعني فيتامين دي بيأثر على الحالة النفسية أوه. وكمان في هرمون اللي هو هرمون النوم الميلاتونين ده بيزيد بنسبة 80% فتلاقينا طول الوقت في الشتاء عايزين ننام بنبطل لو الناس بتلعب رياضة بتتحرك بتمشي بتلاقيها طول الوقت برضو بطلت تتحرك ابتدينا ناكل حاجات أكتر عشان عايزين ناكل عشان نعادل درجة الحرارة في الجسم فنبتدي أي حاجة قدامنا طالما ما بننامش كويس فيتامين دي بيبقى ناقص عندنا بناكل لمجرد الأكل عشان نحس بالدفء ما بنتحركش كتير فبناكل زيادة عن اللزوم فوزننا بيزيد لو احنا أكلنا نفس الأكل اللي احنا بناكله في الأيام العادية وزننا المفروض ينزل بس اللي بيحصل ان احنا طول الوقت عمالين بناكل بنشرب نشرب ميه بننسى نشرب ميه بننسى نعمل كل الحاجات دي فالوزن معانا بيزيد وبنفضل نايمين وقاعدين متدفيين مش قادرين نشرب ميه مش عايزه تشربي أنا مش بس انا هخليكي تشربي انا جعانه انا هخليكي تشربي وما تاكليش ميه فانا على فكره انا بقى من الناس ما تشربيني سحلب شربيني هوت شوكليت ليه ايه ليه اخد سعرات كريم ماشي تشربي اللي انت عايزاه تشربيه بس لو شربنا اي حاجه واكلنا اي حاجه بكميات قليله برضو مش هزيد في الوزن بس احنا بناكل كميات كتيره قوي يعني انت عايزه تقولي لي زياده عن اللي احنا بنحتاجه في يومنا وكمان ما بنتحركش ما بنحرقوش يعني انت عايزه تقولي لي ان انا ممكن مثلا قصاره اعمل شوب السحلب اللي انا بحب اشربه بس ما اقدرش اكمله مش هتقدري تكمليه مش هتقدري تاكلي بس على فكره السحلب كسحلب يعني مش هو اللي بيزود الوزن قوي كميه الاكل اللي احنا بناكلها جنب السحلب هو اللي بيزود الوزن أيوه. فاحنا بقى كل ده على فكره انا واحده من الناس في فصل الشتاء ما بعرفش اتحكم في نفسي فبعمل ايه لازم ما ياخد حاجه تساعدني ان انا اسد شهيتي ان انا ازود حرقي يعني الناس اللي شهيتها مفتوحه طول الشتاء انا بسد معاهم الشهيه بتقعد معايا من 6 ل 8 ساعات الناس اللي بتشرب ميه هتشرب ميه غصب عنها وهتبقى عايزه تشرب ميه كمان فيتامين دي اللي بيبقى عندنا نقص فيه جامد في فصل الشتاء احنا كمان مش ناسين فيتامين دي كمان وانا مش ناسياكي مش ولا بصي مش ناسياكي طبعا بصي مش ناسياكي ازاي سمي الله بقى وطلعيها بالراحه كده بصي ايه رايكم بقى شايفين بقى السخونه بقى كده وشغالي الفرن ودفي البيت انا طلعت صينيه وبدخل التانيه ايه رايك في الريحه الريحه فظيعه طبعا انت على طول بتعمل لنا حاجات حلوه يا شيف ساره بس ايه بقى انا هشوف الاكل الجميل ده مش هقدر بقى اكل منه كتير فهاكل منه كميات قليله وعلى فكره عادي ازاي ما هو انت قولي لي دلوقتي انا دلوقتي ساره ست بيت زي اي ام بتشوفني دلوقتي انا عامله الصينيه الحلوه دي ما اكلش منها يعني ما طلعش منها خرطه حلوه كبيره كده واكل واشبع ما هو في الطبيعي عيني بتاكل فانا عايزه اكل فعلا أوه. بس انا بقى لو واخده حاجه تساعدني معدتي مليانه
هشوف الاكل ده هاكل كميه قليله وحاسه ان انا شبعت. ايوه انت جايبه لي حاجه تساعدني. ايوه طبعا. ايه بقى الحاجه اللي هتساعدني دي؟ ما هي الكورس اللي انا لسه بتكلم عنه ان هو بيساعدني مش بس ان انا ما اكلش كتير، ده كمان بيزود معايا الحرق، لان احنا المفروض نتحرك فبنقعدش نتحرك طول الشتاء، بنبقى قاعدين بردانين، وكمان بننزل بننسى ننزل الصبح في الشمس، فالمفروض ان احنا كمان ننزل ناخد شويه شمس والفيتامين دي انا بديهولك، وبديكي حاجه بتسد الشهيه. الحرق وانا قاعده في مكاني كاني بلعب رياضه، حرقي بيزيد 4 أضعاف. كمان الدهون اللي بتبقى عندي موضعيه في اماكن معينه برضو هتتحرق بكل سهوله، من غير ولا رياضه ولا دايت ولا اي حاجه، كل ده هينزل معايا بجد والله بكبسوله واحده. يعني انا والله 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 يا شيف ساره انا جربت الكورس على نفسي، لان انا في الشتاء دايما بتبقى شهيت برضو بنسى اشرب ميه. أيوه. وبرضو باكل. أيوه. مش معنى ان انا مثلا الناس فاكره ان انا على طول محافظه مثلا على وزني، لا انا بيجي عليا وقت فبضطر ان انا اخد حاجه تساعدني عشان ما افضلش طول الوقت عايز اكل، انسى اشرب ميه. طبعا بنبقى عايزين على طول قاعدين في البيت بردانين عايزين ننام، كل الحاجات دي بحاجه واحده بس، والكورس بيعمل لي كل ده بجد. كبسوله واحده باخدها الصبح قبل الفطار بنص ساعه هتملى لي المعده وهتزود معايا الحرق، وكمان بعد ما اوصل الوزن اللي انا عايزاه هتثبتني. والدهون لو عندي اي دهون سواء في البطن، الكرش اللي عند الرجاله، الارداف او البطن السفليه اللي عند الستات، التثدي كمان، كل الدهون دي بتنزل بنفس الكبسوله وبثبت الوزن. وكمان بعد كل ده لما باجي انزل في الوزن بيحصل لي ترهلات، لان احنا بننزل اقل حاجه من 10 15 كيلو في الشهر. فانا بديهم كمان كريم بيدهنوه عشان ما يحصلش الترهلات دي، ما يبقاش فيه ستريتش ماركس، فمش بعد ما انزل في الوزن ابتدي تاني اداري في جسمي عشان الترهلات او الستريتش ماركس او منظر الجلد نفسه. فكل ده احنا بنعالجه بجد بالكورس بتاعنا، وكمان عاملين عليه عروض حلوه جدا. يعني على طول هقولك. والله العظيم كنت لسه هقول لك، يعني الكورس بتاعنا الامن ده، انت قلتي لي ان هو مصرح من وزاره الصحه طبعا، والتصريح دلوقتي يظهر معانا على الشاشه. الكورس اللي اهو تصريح ظهر معانا، الكورس اللي مصرح من وزاره الصحه ده الامن ده المكون من اعشاب ده اللي بيخلي الشهيه معاكي تتسد، ده الكورس ده بقى سعره عامل ايه؟ غالي ولا عروضه عامله ايه؟ عشان انا دلوقتي يعني سامع ان احنا معانا كميه مش كبيره، فعرفوني الدنيا عامله ايه؟ طمني قلبي، لسه معانا عروض ولا لا ايه؟ لا لا طبعا معانا عروض، ما تقلقيش. ده بس عايزه اقول لك بتكلم يعني مثلا احنا لو حسبنا كده كورس الثلاث شهور، عايزه اقول لك اليوم ما بيوقفش بسعر ساندوتش احنا بنفطر بيه من اي مكان عادي. أيوة يعني صح. انا بسد الشهيه وبخليكي ما بتاكليش قليل وما بتاكليش كتير، وفي نفس الوقت الكبسوله ما بتوقفش عليا بحاجه، سعر اقتصادي جدا بيناسب كل الناس، وبيقعد معايا 3 شهور، ده غير الهدايا اللي احنا كمان بناخدها. عاملين الـ3 عروض، اول كورس معانا، يعني نتكلم مثلا عن كورس الشهر عاملين عليه تخفيض 30%. يعني معانا النهارده 3 عروض. اول عرض فيهم كورس الشهر، اول عرض ده كورس الشهر ده، لو انا عايز انزل من 10 15 كيلو، عندي مناسبه سريعه كده، عايز البس اي حاجه، بينزلني في خلال شهر من 10 15 كيلو. عاملين عليه تخفيض 30%، وكمان بندي معاه كريم للبشره وفيتامين دي. وتاني 30 عرض 30% على كورس الشهر. وكمان معاه هدايا، وما كمان معاه كريم للبشره ده بيديني نضاره. ناس بعتولي عايزين يفهموا العروض بشكل يعني ايه ادق معايا شويه. يعني احنا اول كورس معانا كورس الشهر، وكورس الشهر ده عليه خصم 30%. وكمان معاه هدايا، يعني الهدايا مش على كورس ال 70%، مش على كورس الثلاث شهور فقط، لا لا، ده على كورس الشهر كمان، الشهر والشهرين والثلاثه. يعني احنا معانا هدايا على كورس الشهر كمان عندنا، يعني بلس ان هو عليه عرض 30%، لكن فيه هدايا، الفيتامين دي، الفيتامين دي اللي احنا بنقول مهم جدا في فصل الشتاء، وكمان احنا لسه داخلين شهر رمضان في الشتاء، فدي مشكله اكبر. أيوة. يعني فاحنا لازم حاجه تساعدنا، كلنا عايزين ننزل، بس انا عايزه حاجه تساعدني تديني زقه كده ان انا اعرف اكمل بقيه اليوم من غير ما اكل اي حاجه في طريقي. حلو ده. تاني عرض معانا اللي هو كورس الشهرين ده، عاملين عليه تخفيض 40%، ده بقى بينزلني من 20 ل 25 كيلو، وكمان بيركز لي على الدهون اللي ما بتنزلش باي حاجه اللي قلنا عليها في اي مكان مضايقني. يعني ممكن ايوه طبعا. يعني كورس الشهرين بينزل من كم؟ من 20 ل 25، وطبعا بتختلف من حاله للتانيه، من 20 ل 25 كيلو. وعليه خصم 40، عليه خصم 40%. وكمان برضو فيتامين دي، ده بيبقى هديه، وكريم شد الترهلات اللي احنا قلنا بندهنه من اول الكورس عشان ايه نعالج مشكله الترهلات اللي بنواجهها بعد نزول الوزن. تمام. وتالت عرض بقى معانا اللي هو كورس الثلاث شهور ده، بجد والله الاحب والافضل والاقتصادي، انا شايفاه بجد بالنسبه لي، لان انا باخد فيه 5 منتجات.
يقعد معايا 3 شهور. ايوه يعني انا باخد الثلاث شهور بفضل مكمله الثلاث شهور يعني الحاجه الواحده بتكفيني شهر، فباخد 3 منتجات للتخسيس وباخد فيتامين دي وباخد برده كريم شد الترهلات، ده عاملين كمان عليه تخفيض 50% والهدايا اللي قلت لك عليها. والناس اللي بتبقى مثلا عايزه تعرف تتواصل ازاي، الارقام بتبقى دايما ظاهره معانا على الشاشه، معانا 6 ارقام اهو عليها اتصال عادي او واتساب، ودي كمان اللي عليها المتابعه المجانيه للفريق الطبي. يعني انا برده وانا قاعده يعني في مكان المتابعه لا زالت مجانيه، المتابعه مجانيه مع فريق طبي، يعني اي مجرد ما اخد الكورس بيتابعوا معايا لحد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه عن طريق برده نفس الارقام دي، بيتابعوا معايا ومتابعه اسبوعيه مجانيه، وكمان التوصيل مش بدفع اي حاجه غير ثمن الكورس وباخد الهدايا. يعني التوصيل مجاني والمتابعه مجانيه والكورس مكون من اعشاب طبيعيه، وطبعا احنا شفنا كلنا التصريح ان هو مصرح من وزاره الصحه، كل ده وعليه عروض. يعني احنا معانا عرض الشهر وعرض الشهرين وعرض 3 شهور، معانا عرض 30 40 50%، معانا هدايا، معانا خصومات، احنا معانا الحلو كله ما شاء الله كل ده. طب انا دلوقتي يا ساره شايفه الحاجات الحلوه دي كلها وعايزه اطلب الكورس، هتتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، هيجي لك مجاني والمتابعه كمان مجاني. يعني ايه مش حارمينكم من حاجه ومالكيش حاجه اسمها مالكيش إيه؟ حجه مالكيش حجه، انت كده خلاص مالكيش حجه. انا عايزه اقول لك حاجه دلوقتي، زي ما قلت لكم وبقول وهفضل اقول، مطبخ البلد هيفضل بامرك يا ربي يقدم لك كل جديد. احنا النهارده ما شاء الله بكيلو واحد من المكرونه عاملين 3 صواني هتشوفوهم دلوقتي، ادي صينيه ودي صينيه ودي صينيه، 3 صواني، شويه فلفل، شويه معلقتين 3 لحمه مفرومه، عملنا اكله اقتصاديه حلوه جدا، وده اللي انا عايزه اقوله لك وبرده بقوله لك. وانت قاعده في البيت هتجيبي الكورس وهيجي لك لحد عندك، ولا تروحي ولا تيجي ولا تسيبي الولاد ولا مصاريف متابعه مع دكتور ولا مصاريف رايح جاي، الموضوع كله ان احنا بندعمك وبنقول لك احنا معاكي، خدي الكورس. وبمجرد ما تاخدي الكورس هتلاقي شهيتك بتنزل. يعني انت النهارده عامله معايا اكله حلوه، بصوا يا جماعه الاكله الحلوه ازاي، بصوا المكرونه، انا هعمل لك المكرونه دي واحرمك منها والله ما تهونيش عليا، لا هقول لك كلي من المكرونه الحلوه اللي فيها خضار دي، وحطي قدامك كده طبق فيه شويه مكرونه من المكرونه الجميله دي ومعاها سلطه. الكبسوله بقى بتاعتنا اللي مكونه من اعشاب طبيعيه، الكبسوله دي عشان تقول لك انا خلاص بسد معاكي الشهيه، مش بقفلها تماما، لا بتسد معاكي الشهيه. بدل ما انت في الطبيعي بتاكلي طبق كبير، هتلاقي نفسك بتاكلي طبعا تضايقي اكلك طبعا زي ما احنا متفقين، معلقتين السلطه، اخدتي معلقتين مكرونه مش قادره الثالثه، انت تمام كده وزي الفل. طيب انا عايزاكي كمان تقولي لي، يعني ما شاء الله احنا معانا تليفون، معلش ناخده الاول. الو الو، رحتي فين يا موسيف؟ يا موسيف يا موسيف، طب لحد موسيف ما ترجعي لنا تاني. ويا جماعه والله غصب عني موضوع المكالمات، انا عارفه ناس كتيره جدا بتبعت لي على البيج بتاعتي انا بتاعت شغلي، يا ساره احنا عايزين نكلمك وبنحاول، والله يا جماعه ضغط محاولات، حاولوا تاني، ضغط مكالمات، حاولوا تاني وتالت ورابع، وهتلاقوني فجاه بقول لكم الو انا معاكم، وعايزه بقى مكالمات من التجارب اللي احنا بنشوفها. ايه رايك تعيدي لي سريعا تاني عروضنا قبل ما اطلع الصينيه الخطيره اللي في الفرن دي؟ احنا يا شيف ساره الكورس كمان عاملينه مش بس اللي عشان احنا داخلين على الشتاء او انا عايزه اعمل وقايه لنفسي، عاملينه للناس اللي عندها مشاكل او امراض، اللي عندهم هشاشه في العظام، اللي ما بيعرفوش يتحركوا، الرجاله اللي عندها دهون موضعيه عاملاها عندها تثدي بيعمل لها مشاكل كمان، بالنسبه للرجاله عامه حالتهم النفسيه شكلهم لبسهم، الاطفال اللي ما بيروحوش المدارس والدروس بسبب التنمر برضو ان هو طفل كبير ما بيعرفش يتحرك، الناس اللي ما بتعرفش تاخد نفسها، كل الناس، الستات اللي مثلا بتبقى داخله على يعني عايزه تبقى ام برضو، بس زياده الوزن دي بتخليها ممكن تحرمها من حلم الامومه بسبب طبعا تكيسات المبايض اللي بتيجي من الدهون، كمان لو انا عايزه ادخل او انا حامل اصلا او خلاص بقيت حامل، زياده الوزن دي برضو لان الحمل بيزود الوزن، فانا لازم يكون وزني زياده الوزن كفيله انها تحرمك انت عارفه ان في تربع ملذات الحياه فعلا، انت عارفه ان في لو انا مثلا لو حد حامل ووزنها كبير ممكن لا قدر الله الطفل يجيله سكر وهو في بطنها، يعني في حاجات كتيره لازم تخليني انزل في الوزن، كل حاجه يا جماعه زياده عن حدها بتقلب للضغط. صح، وانت موجوده اعملي كنترول على نفسك، انت أيوة بتعملي ايه؟ انت باصه دلوقتي في المرايه لقيتي في زياده،
صح ولا ايه يا استاذه مها؟ صح طبعا، انا لازم الحق نفسي فعلا، ما ينفعش اسيب نفسي ازيد ب 20 وال 30 كيلو بس لو زدنا خلاص احنا بقينا عندنا دلوقتي حل. الناس كانت فاكره ان لازم عمليات وكده، لا خلاص دلوقتي بجد بحله بكبسوله واحده، وكمان عاملين عليها عروض بتسد لي الشهيه، بتزود لي الحرق، بتنزل لي الدهون الموضعيه، كمان بنعالج الترهلات، وكمان بندي فيتامين دي عشان اهميته في الحرق وكمان في فصل الشتاء. فعاملين ثلاث عروض، اول عرض معانا هو عرض الشهر. طب ايه العروض بعد المكالمة موسيف عشان رجعت ومطهرانه؟ حسيت والله. الو يا موسيف. ايوه يا حبيبتي معاكي. ازيك عامله ايه؟ الله يخليك يا باشا، ترى عامله ايه شطاره؟ الحمد لله انا كويسه، انت منورانا يا موسيف. والله انا مش مصدقه اني سامعه الصوت اصلا. يا روح قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي تسلمي. انا بصي متابعه قناه، يعني متابعاكي والله. طب انت منورانا، طب ايه رايك في مكرونه النهارده؟ ما انا بقى لسه اشوف الحلقه بتاعت النهارده بصراحه. تمام. طب قولي لي بقى دلوقتي يا مسيف، انت عاوزاني اعمل لك اكله معينه ولا عايزه استاذه مها ولا انت يعني تأمريني بايه؟ الامر لله ما يمرش عليك يا زلمه، عايزاه حته منك طريقه المكرونه بشاميل. ايوه بس ايه يعني طريقه البشاميل اللي بالتكات بتاعته. عيني احنا مش سامعينها. ربنا يبارك لك. نعملها تاني، احنا عملناها ونعملها تاني. عيني. طب قولي لي بقى يا مسيف بقى، انت جسمك تمام ولا انت عايزه تخسي شويه ولا؟ لا هو انا كنت استخدمت كرسي الانسيليوم ولله الفضل الحمد لله، الفضل الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى، ثم للفريق الطبي يعني كرسي بصراحه ربنا. طب مش تقولي لي مكرونه بشاميل وتسيبينا واحنا يعني انا بتمشى على المكالمات دي يا موسيف، يعني انت سايبه ان انت يعني بقول لك عايزه تخسي تقولي لي ده انا اصلا اخدت الكورس. طب أيوة عشان كده بتطلب مكرونه بشاميل بقلب جامد. سوري قلبي يا موسيف. طب وطمنيني كده فرحي قلبي، الكورس عامل معاكي ايه لما اخدتيه؟ يعني خسيتي ولا ايه؟ لا والله العظيم ربنا، يعني انا ما كنتش بصدق اللي بيتصل بصراحه، بس انا والله والله بتكلم وربنا سبحانه وتعالى هو شاهد على كلامي. خسيتي قد ايه؟ انا ولله الحمد يعني نزلت حوالي صلى الله عليه محمد، يعني كنت حوالي 105 وبقيت بفضل الله بقيت 79 او 80. ما شاء الله. طب شوت يا جماعه، الله اكبر. بس انت اخدتي كورس ايه يا موسى؟ يا موسى انت من 105 ل 79؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله أكبر. ما شاء الله. اخدتي كورس ايه زي ما استاذه مها بتقول؟ انا اخدت كورس الانسيليوم والماجيك بوكس والفينيل الثلاث شهور. الثلاث شهور بس بعد، بس قبل ما اثبت الفينيل لقيت نفسي محتاجه انزل ثاني، فاخدت يعني جبت برضو كورس انا واختي وقسمناه مع بعضينا. يعني اخدت في الاول كورس الثلاث شهور وبعد كده كملت هي واختها قسمته، وجابت كورس ثاني كملته هي واختها، وبعد كده رجعت اخدت الفينيل. ايوه صح. طب المتابعه عامله معاكي ايه يا ام سيف؟ يعني الفريق الطبي بتاعنا عامل معاكي ايه في المتابعه؟ لا والله العظيم بصراحه ربنا يعني منين ما بتصل في اي وقت، حتى لو 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 في استاذه ما يعني مش يعني لو في استاذه مش هتعرف تفيدني بتحولني على واحده ثانيه، دي شهاده انا بقول الحقيقه. صح فعلا. طب يا ام سيف انت دلوقتي لما اخذتي الكورس حسيتي بدوخه، صداع، غمامان نفس، وجع؟ طمنيني كده. والله العظيم ربنا هو وحده يعلم. انا بتكلم بمصداقيه. يعني كنت بتاكلي كل اللي انت عايزاه ولا عملتي حاجه؟ يعني قللتي اكلك مثلا؟ اكلتي اكل قللت اكلي، قللت اكلي بصراحه. قللتي اكلك الطبيعي اللي انت كنت متعوده تاكليه؟ وانا يعني ما حرمتيش نفسك من حاجه؟ لا الاول حرمت، مش هكذب عليك، الاول يعني الاول انا كنت خدت معاه نظام، الاول خدت نظام مع نفسي. بس رجعت الوقت الحمد لله اللي بعمله في البيت باكل مع الاولاد. يعني انت اول ما طلبتي الكرسي مننا مشيتي على نظام؟ انا مشيت نفسي على نظام. انت اللي مشيتي نفسك على نظام؟ لانه بيساعدها ان هي حتى لو انا مش قادره اعمل نظام هو بيخليها تتحكم في الشهيه. فدي حاجه بجد مفتوحه بطريقه محدش يتخيلها بصراحه. ودلوقتي بقى بقالك قد ايه؟ يعني انت بداتي 105 وانت دلوقتي 69، انت نزلتي الوزن ده في قد ايه؟ انا من يوم من 25/10. من 25/10 25/11/12. تمام. برافو. 3 شهور ونص يا جماعه ما شاء الله، 26 كيلو ما شاء الله، الله اكبر يا حبيبتي. ربنا يسعدك ويفرحك كمان وكمان. ربنا يبارك فيك. بجد انا مبسوطه عشانك قوي. ربنا يبارك. برافو عليك يا مسيف. يعني هطلب طلب واحد معلش. اطلبي يا روحي. عايزه الاستاذه تفيدني اكتر على ويا ريت على الهواء. انا عايزه اعرف الوقت بستخدم الفينيل، ففي برضه حبه يعني ايه، انا برضه يعني في حبه برضه انا مش لسه يعني في حبه بسيطه، فهل الفينيل هيجيب برضه تخسيس؟ فهمت قصدك. ولا تثبيت بس؟ انت فاكره ان هو تثبيت بس، بتسالي اذا كان تثبيت ولا هينزل. ربنا يبارك لك. لا يا موسيف هرد عليكي، هو اصلا على فكره الفينيل في الناس فاكره ان هو بيثبت بس، هو بيزود الحرق كمان.
يعني انا في الشهر ده مش بثبت بس، بثبت وازود الحرق. يعني ما شاء الله هي بدات 105 وهي دلوقتي يعني 79 يعني هو ممكن تنزل كمان، في ناس بتنزل تاني. في فعلا ناس بتنزل على الفلين من 5 10 15 كيلو يعني هو معاها حرق كمان. يعني احنا بنقول الثلاث شهور لان الثلاث شهور بنقعد ننزل فيه. مبسوطه قوي بمكالمتك يا ام سيف. احنا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني فاصل ونواصل. رجعنا لكم من تاني واخر فقره في برنامجي مطبخ البلد. عايزه اقول لكم بجد والله في الفاصل الصغير ده بتوحشوا. طبعا شفتوا النهارده عملنا مع بعض المكرونات الجميله دي، مكرونه البيتزا احلى حاجه الولاد بيحبوها. المكرونه والبيتزا جمعناها في صينيه واحده. بصي لما تكتري الجبنه هتبقى معايا بالشكل ده، انا عايزاكم تجيبوا هنا كده، هنا لما تكتري الجبنه هتكون معاكي بالشكل ده. بصوا الجمال، يا نهار ابيض على جمالها وحلاوتها. لما تقللي الجبنه هتكون بالشكل ده، ايوه هنا كده. انت حابه تكتري الجبنه هتبقى زي ما وريتك، وحابه تقللي الجبنه هتبقى بالشكل ده. في جميع الاحوال هتبقى حلوه قوي وجميله قوي، ويكفي انها من ايدك. وهنديها بقى ايه، تزيين بسيط خالص كده من بقدونس بسيط خالص. زي ما انت شفتي الصواني العظيمه دي كلها بامكانيات بسيطه جدا. انت بتتكلمي في ايه؟ شويه مكرونه، شويه فلفل مكعبات، معلقتين لحمه متعصجه، صدر فرخه يا ستي بايت، هاتيه كده ونسريه واستخدميه، وهتلاقي نفسك عملتي بجد صينيه حلوه قوي وجميله. وزي ما انا قلت لك وانا عندي كلامي، يعني الصينيه دي مش هتكفيكي، الصينيه الكبيره دي اللي الصينيه دي يا جماعه معموله ب 400 جرام من المكرونه، الصينيه دي مش هتكفيكي انت وجوزك واولادك الثلاثه، ومش هتتعشوا منها كمان. ولا وكمان عايزه اقول لك انت لما تاخدي الكورس بقى وتحطي لنفسك خرطه مع شويه سلطه، يعني خلاص بقى كده الموضوع انتهى معانا. عايزه اقول لكم بجد ان انا ببقى مبسوطه قوي وبالمكالمات الحلوه. كان معانا مكالمه ام سيف، شوفوا يعني الست قد ايه مبسوطه باللي وصلت له، وهي قاعده في البيت ولا راحت ولا جت. وشايفين مصداقيتها بتقول لك لا انا اول ما بدات الكورس انا كنت عامله نظام مع نفسي. ايه النظام اللي عاملاه مع نفسها؟ ايه؟ منعت مقليات، منعت سكريات، وكانت بتاكل والحمد لله خست وزن بجد. الوزن ده يعني احنا بنسمعه في العمليات، لا احنا الكورس بتاعنا كورس الانسيليوم المكون من اعشاب طبيعيه المصرح من وزاره الصحه، اللي معانا عرض الشهر والاثنين والثلاثة. الكورس الخطير ده هيخليكي تنزلي في الوزن. طب يا ساره انا عايزه اطلب الكورس ده عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي الواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هتطلبي الكورس. انا عايزاكي بقى تقولي لي كده تاني، عشان يعني دلوقتي واحده معديه في الصاله كده راجعه في الريسبشن كده ولقيتنا شغالين، يا ساره دي بتقول ايه؟ حط اكل وتقول لك هتخسي. اوه هتخسي، اوه قولي لها بقى على العروض الجميله بتاعتك. تمام، احنا الكورس اللي قلنا بيسد الشهيه، بيزود معايا الحرق، بيركز على الدهون، الناس اللي عندها دهون موضعيه، لاي مشكله بتواجهني، للنقص الفيتامين، لما بننزل في الوزن، للترهلات اللي بنواجهها بعد كده، كل ده هنحله بكبسوله واحده بجد. وزي ما قالت ام سيف كده ان هي عملت نظام دايت، هي مش بتعمل نظام دايت عشان حاجه، هو بجد بيساعدني، لان كلنا بنبقى عايزين نعمل دايت ومش قادرين بسبب الشهيه المفتوحه، فهو بيساعدني ان يخليني اتحكم او اعمل كنترول في الاكل، ان انا اكل كميه قليله او احسن اصلا من طريقه اكلي. فعاملين عليه ثلاث عروض، والثلاثه بجد احلى من بعض واقتصاديين. وزي ما قلتي هناكل كميه قليله فهنقتصد كمان في كميه الاكل وكل حاجه. طبعا دلوقتي انت عارفه الاسعار بقت فظيعه يعني. فعاملين ثلاث عروض، اول عرض معانا يا شيف ساره عرض الشهر ده بينزلني من 10 15 كيلو. لو انا عندي مناسبه سريعه عندي اي حاجه هنزل في شهر من 10 15 كيلو، عاملين عليه تخفيض 30%، وكمان بندي معاه كريم للبشره فيتامين دي. تاني عرض معانا اللي هو الشهرين ده بينزلني من 20 ل 25 كيلو، بيركز لي على الدهون، بيزود الحرق، بيسد الشهيه. كل ده في شهرين بنزل من 20 ل 25 كيلو، عليه تخفيض 40%، وكمان بناخد كريم شد الترهلات اللي قلنا عليه وفيتامين دي، وخصوصا احنا في فصل الشتاء ولسه رمضان كمان داخل علينا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وتالت عرض معانا كورس الثلاث شهور، ده بيكفيني ثلاث شهور، باخد خمس منتجات
بيزود الحرق، بيسد الشهية، بيثبت معايا الوزن، وده أهم حاجة. أكتر كورس عندي اقتصادي عاملين عليه تخفيض 50%، وكمان بندي فيتامين دي وكريم لشد الترهلات. وتواصل زي ما قلتي، الأرقام اتصال عادي أو واتساب أو عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. كمان المتابعة عليها مجانية أسبوعية، والتوصيل أو الشحن مجانا لكل المحافظات. حلو قوي الكلام ده. إيه رأيكم بقى؟ يعني ناخد ايه ولا ايه؟ ناخد صور قبل وبعد؟ يعني نشوف الناس اللي معانا زي ام يوسف. يا جماعه انا المكالمات دي بتدخل في قلبي بجد، يعني بسمعها بودني بتدخل بقلبي. بتقولي يا شيف ساره انا متابعاكي وبسمعك، وانا شفت الكورس معاكي واخدته، وتدعي لي دعوه حلوه. ده بقى كلكم، والموضوع ده كوم تاني خالص. يلا بينا نشوف صور الحالات قبل وبعد. معانا الحاله دي جديده يا جماعه. الحاله دي ده من السعوديه، سالم من السعودية. سالم كان 120 كيلو، بقى 80 كيلو، خس 40 كيلو في 3 شهور ونص. شابو يا سالم، بجد ما شاء الله. زي ما قلت لكم يا جماعة قبل كده، الكورس بتاعنا ما شاء الله بعد ما انتشر في كل محافظات مصر وكسر الدنيا، بدأ دلوقتي ما شاء الله ان هو ينتشر كمان في البلاد الخليجية. ما شاء الله ما شاء الله، يعني برافو يا سالم. معانا كمان الأمورة دي. الأمورة دي على فكرة مامتها كلمتنا من يومين كده، كانت 95 بقت 65، يعني خست 30 كيلو في 3 شهور. 30 كيلو في 3 شهور. واحلى حاجه شايفه يا شيف ساره، لابسه هو نفس اللبس بس نفس شكل الأول. الجسم اختلف تماما، كانها لبست هنا تحسيه من الدرس، نزلت مقاسين فعلا من 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 اللي هي كانت بتلبسه، نزلت 30 كيلو بالزبط. يا استاذه مها، هنا تحسيه ميني دريس لما خست، وهنا قبل تحسيه بادي. ماسك بادي فعلا. ما شاء الله يا حبايبي، ربنا يسعدكم ويثبتكم. بصوا كمان معانا الحالة دي، كانت 85 كيلو بقت 65 كيلو، خست 20 كيلو في شهرين. ايه ده ايه ده؟ نفس لبس الاوتفيت بنفس الـ 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 الكوت ونفس السكارف. بجد بالعكس بقى يا شيف ساره، كانت بتلبس هنا لو لاحظتي عبايات لبس ناس كبيره، ودلوقتي شايفه شكل الوسط بقى عامل ازاي، الدهون الموضعيه اللي عندها نزلت. هو ده اللي بنتكلم عليه، الشيب اللي بيعمله الكورس، في انه بيركز على الدهون اللي بتبقى في البطن والدراعات والارداف وكل حاجه. حلو قوي الكلام ده. يعني عايزه اقول لكم، انا بالنسبه لي منتهى السعاده لما بشوف بعينيا نتائج الكورس. انا بشوفها طبعا بعينيا دايما في الرسائل، وبشوف ما شاء الله الضغط علينا يا جماعه، والضغط على الكورس بتاعنا، لان الكورس بتاعنا زي ما قلت لكم هو امن 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 ومصرح من وزاره الصحه. يلا معانا دلوقتي نشوف ريفيوهات الناس دول. ما هو الناس دول عشان يوصلوا للوزن ده كان بيبقى فيه تعامل وتفاعل بينهم وبين الفريق الطبي عندنا. الفريق الطبي عندنا يا جماعه مكون من دكاتره وخبراء واخصائيين موجودين عشان بس يردوا عليكم وعلى استفساراتكم، وعشان يردوا كمان على اللي يناسبكم. يلا بينا على اول ريفيو. بيقول انا كنت 143 ووصلت في 35 يوم ل 130، وحياتي اتغيرت في كل حاجه، بحبك قوي. ده ايه ده؟ حبيبتي استمري على كده عشان نوصل لنتيجه ممتازه، بجد فرحانه ومبسوطه منك جدا. برافو 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 برافو، واحنا الكورس بتاعنا مكسر الدنيا. ايه رايك في الكلام ده يا استاذه؟ ايوه طبعا، شايفه يعني شايفه الالفه بقت عامله ازاي بينهم، هي من كتر ما مبسوطه بتقول لها بحبك قوي. ايوه. يلا بينا على الريفيو الثاني. الوزن 100 نزلنا كام؟ 4 في اسبوع. تمام، كنا كام؟ يعني هي كانت 104 وبقت 100 في اسبوع، يعني نزلت 4 كيلو في اسبوع. برضه حلو وجميل، وبرضه برافو، معدل حلو ولطيف مش وحش. حلو ده. يلا بينا على الريفيو الثالث. مساء الخير يا دكتوره، انا وزنت 75 النهارده بدايه الاسبوع الثالث، في نظام معين همشي عليه؟ اول ما بدانا الكورس كان وزني كام؟ كان 82، يعني نزلنا 7 كيلو. حلو الكلام ده. شايفين يا جماعه مصداقيه الكورسات عندنا؟ يعني الناس دي مثلا لو بتجيب اي ريفيوهات كده والسلام، عايزه اقول لكم ان هم هيعملوا ايه؟ هيقولوا لك، واحده تقول لك ده انا خسيت 25 كيلو، ده انا خسيت 30 كيلو. شايفه بتقول لك ايه؟ انا في 3 اسابيع نزلت 7 كيلو. دي بتقول لك انا في اسبوع نزلت 4 كيلو. دي ريفيوهات من الواقع. يعني انتوا اللي بتتكلموا. عايزه اقول لك، اللي نزلت 4 كيلو دي لو كنتي بداتي اكلك بسلطه وبروتين كنت نزلتي اكتر، لكن انت اكيد مش حارمه نفسك خالص من حاجه وبرده نزلتي، ودي ميزه الكورس بتاعنا. ما بيقولكيش على حاجه لا خالص، هتخسي يعني هتخسي، بس في فرق لما تتبعي نظام. ما قلتلكيش تتبعي نظام بقى انت كلي كوسه مسلوقه والسوتيه، مالناش فيه. احنا بنقلل الاكل بس، احنا بنقلل ايه الاكل اللي بنقلله؟
بنأكل بنقلل المقليات، بنقلل السكريات، نقلل شويه نشويات بس كده. لكن اللي انت عامله انا النهارده هاكل من المكرونه الجميله دي، جيب طبق كده لنفسي حلو واطلع منه حته صغيره كده واحط معلقتين ثلاثه سلطه ومش هتعرفي تكمليه، وكلتي اللي نفسك فيه بدون اي حرمان. هو ده الكورس بتاعنا اللي بيعمله، صح ولا ايه؟ صح جدا والله. شوف ساره انا مجرباه على نفسي، مع اني ما كنتش زايده قوي في الوزن، بس لقيت نفسي اللي هو ايه نزلت 3 كيلو فهو بالظبط اخدت 3 كبسولات وما كملتش، عشان انا كنت عايزه اشوف الاحساس بتاعه عامل ازاي، مش احساس شد الشهيه اللي هو بتاع الادويه اللي لا انا بتوتر وضربات قلبي، لا لا احساس طبيعي جدا ان انا حاسه ان انا اكلت طبعا، بس باكل اللي هو انا بتدلع بس. حلو ده. طب ايه رايك سريعا كده تقولي لي كمان مره عروضنا الحلوه ده؟ انت النهارده عروض عرض واثنين وثلاثه، قولي لي كده مجازا كده. تمام. العروض دي بجد عشان كل الناس تنزل في الوزن بطريقه امنه. الكورس مصرح من وزاره الصحه، عاملين عليه ثلاث عروض او هم ثلاث كورسات. اول كورس الشهر بينزلني من 10 ل 15 كيلو، ده عاملين عليه تخفيض 30% لو انا عايز انزل بسرعه في خلال شهر 30%، وكمان معاه فيتامين دي وكريم للبشره عشان يديني نضاره. تاني كورس معانا هو كورس الشهرين، ده بينزلني من 20 ل 25 كيلو، عاملين عليه تخفيض 40% وبيركز لي على الدهون الموضعيه، وكمان بناخد معاك فيتامين دي وكريم شد الترهلات. ثالث كورس معانا لثلاث شهور بينزلني من 30 ل 35 كيلو، عاملين عليه تخفيض 50% ومعاه كمان كريم لشد الترهلات وفيتامين دي. التواصل بيبقى عن طريق الارقام، اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، وكمان المتابعه مجانيه اسبوعيه والتوصيل مجانا لكل المحافظات. عايزين ايه تاني بقى؟ كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تتصلوا دلوقتي حالا وتطلبوا الكورس وتبداوا معايا على طول، عشان انا خلاص اوريدي احنا بدانا التحدي. يلا انضمي معانا لفريق التحدي، فريق الشيف ساره سمير. نورتينا وشرفتينا يا استاذه. نورتيكي والله يا بجد، شرفتينا جدا. حلقتك جميله والله. انت احبكم، استنوني بكره في حلقه اقوى، وكنتم مع مطبخ البلد.